الكريم يونس عبد الله موسى. حياكم الله، اهلا وسهلا ومرحبا، سررنا برؤيتكم ولقائكم. حياكم الله في الجناح الليبي. طيب ليبيا تعرف معروف موقعها الجغرافي، عدد سكانها يقارب 6.5 مليون الى 7 مليون. الحمد لله بلد مسلم على المذهب المالكي، الحمد لله رب العالمين، يمتاز ببعض الخيرات المعروفة، وهذا هو الجناح الليبي. هذه الواجهة تسمى واجهة المدينة القديمة بطرابلس، حاولنا بقدر الإمكان أن نأتي بهذه الواجهة قريبا لها، ليست هي تماما لكن قريبا لها. هذا الزي الليبي تبع النساء. أيوه هذا الزي الليبي النساء. النساء. نعم النساء. يعني هذا القديم. حاولنا نأتي بأقدم شيء. وإن كان يعني كان الوقت صعب، يعني هي 5 أيام نحن كنا لا نريد أن نشارك، لكن نلزمونا بالمشاركة. أظن ليبيا كانوا السنوات الماضية ما كانت تشارك ولا شاركت في السنة التي هي قبل الكورونا. قبل الكورونا. وأخذوا الأول. 440. نعم. وأخذوا فيها الأول. ما شاء الله. ما شاء الله. بس نحن ما أردنا المشاركة لضيق الوقت ولا الاختبار. بس ألزمونا. كان التجهيز صعب في 4 أيام. ما شاء الله يعني. أربعة أيام هذا الجناز في جناح في الجهاز في 4 أيام. ما شاء الله. أهم المدن، أهم المدن في ليبيا. أهم المدن في ليبيا عندنا طرابلس العاصمة. جميل. بعدين تأتينا مدينة ثانية تعتبر مدينة عاصمة تجارية وهي مصراتة. ما شاء الله. بعدين تأتينا زليتن، بعدين تأتينا بنغازي. بنغازي. بعدين تأتينا البيضاء، بعدين تأتينا درنة وطبرق. يا سلام. طيب ندخل الدرنة. تفضل أهلا وسهلا، حياكم الله. تعال حياكم الله. هذا الجناح الليبي. هذه خيمة يعني ولا؟ هذه خيمة. هذا المسكن يعني في ليبيا قديما. قديما. هو كان البيت حقيقة، لكن ما استطعنا أن نوفر إلا هذه الخيمة. يعني شيء قريب لهذه التراث الليبي. عرفنا عن بعض الأشياء. أبشر حياكم الله. هنا الشيخ هذا إيش دوره هنا؟ هذا الشيخ جالس لابس اللبس الليبي الكاملة. يا سلام ما شاء الله. إيش يسمى هذا الليبي؟ هذا نسميه الملف. الملف. أيوة ملف. ما شاء الله. هذا مو غير. هذا مو كامل، هذه فرملة بس. القميص الفرملة وهذه نسميها الشنة. أيوة ما شاء الله. أيوة. أيوة أيوة. طيب. هذه الحقيبة القديمة كانوا يسافرون بها ويضعون فيها أغراضهم. جميل. قديمة جدا. هذه الرحى. ايوه تطعم فيها القمح والشعير. هذه الجره تبع المويه. يا سلام. طيب. ايوه هذه نسميها المسحان. أيوة. يدق فيها الثوم او أيوة. اي شيء قديما. هذا الدلو تبع البير. نعم قربه يعني ولا لا؟ دلو. الدلو غير القربه. نعم. هذا الدلو ياتي به الماء من البير. جميل جميل ما شاء الله. يصنع من جلد ويصنع من هذه الماده. جميل ما شاء الله. طيب. هذه البندقيه معروفه غنيه عن التعريف. طيب هذه العالة نسميها عالة الشاهي. فيها البرادين يصنع فيه الشاي الأخضر والأحمر، وهذا يوجد فيها الماء. طيب هذا يسمى الإحلاط، نحن نسميه أنتم تسمونه حزام ممكن، بس نسميه الإحلاط، يلبسه الفارس يلبسه المقاتل. طيب هذا نسميه الفنار قديما، هو فانوس، هو ما كان يضيء قديما، ما في شيء يضيء إلا هذا، يضع الغاز هنا ويشعل بالفتيلة. هذه تبع التمر. طيب هذه المسجلة القديمة أو الراديو. هذه القربة يحفظ فيها الماء. هذه نسميها عكة يحفظ فيها السمن والعسل. هذا معروف. خرج البعير. نعم. هذا الفخ تبع الذيب. عادي يوضع في أي مكان، المكان الذي يكون فيه الذئب. جميل. هذه بعض المنتجات الليبية، الزيت الزيتون، الرب، دبس. 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 هذا العسل، نوعين من العسل. هذه يعني أكلات تراثية قديمة، هذه نسميها زميتة. أيوة. هذه نسميها دشيشة. هذا سحلب تحت، وهذه أنواع من أنواع الشاي. طيب بالنسبة للعملة، عملتكم إيش هي؟ العملة معروفة الدينار. دينار كم يساوي الريال؟ الريال واحد كم يساوي دينار او العكس؟ ممكن الان يساوي دينار ونصف. الريال واحد دينار ونصف. نعم. ما شاء الله. او دينار وربع. دينار وربع. تقريبا. نعم. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيكم والله يحفظكم. الله لكم التوفيق. اهلا وسهلا، سررنا برؤيتكم ولقائكم. زورونا مره ثانيه الاخ يونس عبد الله موسى. حياك الله. اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، الله يحفظكم. التوفيق.